دخل صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا متكئا على يد اليسرى فنهى عن ذلك وقال انها قعده او جلسه المغضوب عليهم. هذا صحيح. اني اطلب العلم ولكن قبل ان اطلبه كانت عبادتي قويه، كلما طلبت العلم قسى قلبي، استغفر الله. انظر اخي الحبيب، العلم حاله كالماء، العلم حاله كالماء، ينزل على الأرض الطيبة فتنتفع به ويخرج خيرها ونبتها طيبا مباركا نافعا. ينزل العلم ده هو أو ينزل المطر على شجرة التفاح تنتج إيه؟ تفاحا جميلا طيبا نأكله ونسعد به. وينزل هذا الماء نفسه على شجرة الحنظل فتزداد هذه النبتة بالماء مرارة. يبقى مرة نزل على شجرة التفاح خرجت لنا تفاح نكح، ومرة الماء نزل شجرة الحنظل طلعت لنا مر علقم. كذلك العلم كهذا الماء لو نزل على القلب الطيب المبارك كسر وجعله خاشعا منيبا متواضعا ذليلا لله عز وجل مقبلا، فينتفع بهذا العلم ويعلم قدره ويعلم قدره، فلا يظن لنفسه على غيره مزية، بل ما زال ماقتا نفسه أعظم من مقت العاصي نفسه. العالم ده من أكثر الناس مقت لأنفسهم وازدراء لأنفسهم وتحقيرا لأنفسهم، لا سيما مع أنفسهم. لما يكون عند وحيدهم كده بيبقى أحوالهم أحوال، هم أهل العلم، فهؤلاء ينتفعون بعلمهم ويفتح الله تعالى عليهم من واسع علمه وجزيل رزقه، لأن مفاتيح العلم عند الله عز وجل، مفاتيح العلم عند الله ليست مفاتيح العلم عند زيد وعمر، الكلام ده كلام دجل، مفاتيح العلم عند الله. قال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ولا تشكروا واعبدوه ولا تشركوا به. فابتغوا عند الله الرزق، الرزق، المال رزق، والعلم رزق، والأولاد رزق، والصحة رزق، والتوفيق رزق. فإذا أردت رزقا فاطلبه من الله عز وجل. إذا مفاتيح العلم عند من؟ ما جايبوني أجيبوني. مفاتيح العلم عند من؟ عند زيد، عند عمرو، في بالأس، في المنصورة، في القاهرة. بعض البسطاء يقول لك أنا هروح البلد الفلانية بقى عشان هناك أخذ مفاتيح العلوم. ما شاء الله. وما هي مفاتيح العلوم أيها المسكين؟ مفاتيح العلوم أن يكون جهبذا في اللغة العربية، وأن يحصل من فنون الحديث حتى يكون على قدم راسخة، فلا يسمع حديثا إلا عرف علته في سنده ومتنه، ها؟ فيكون قادم الرسخ، راسخ القدم. وكذلك في الأصول لا يقل درجة أبدا عن ابن الحاجب، عن ابن الحاجب أو عن الرازي أو عن الشاطبي أو عن الإمام الشافعي، وهكذا في كل فرع. أخي الحبيب، كان الذين سبقونا جزاهم الله خيرا يطلبون قبل العلم الأدب، وكان أحدهم ربما تتلمذ على يد الشيخ بالسنين فلا يأخذ منه إلا الأدب، فإذا تأدب أخذ من علمه. إحنا عندنا دلوقتي الأخ عاوز يجي، عاوز خلال سنة ونص يخطف خطفته ويجري كأن ده حتة لحمة والشاطر اللي ينهش يخطف خطفه ويجري. يقول لك ده فلان ده ما بيعلمش، ده فلان ده كذا. هؤلاء مساكين. لابد أن نعلم الناس الأدب وأن نعلمهم السلوك، والأستاذ مع تلاميذه يمرطهم ويجري لهم من الاختبارات ما يجري حتى يجعلهم عبيدا لله. ليسوا عبيدا له. ينبغي طلبة العلم ما يكونوش عبيد للشيخ بتاعهم، وإنما يكونون عبيدا لله. نعم يحبون شيخهم،
ويجلون ويقدمون ويعترفون بفضله، لكن قلوبهم خاشعة لله متجهة إلى الله، وأستاذهم لا يوافق إلا على هذا. فإذا وجد الشيخ أن قلوب تلاميذه خاشعة عابدة، فقد تعلموا الأدب وتزينوا بالسمت والسلوك والدل، كانوا أهلا للطلب. ولذلك تجد أن شيخ الإسلام تيمية له مدرسة، مدرسة مدرسة شيخ الإسلام تيمية. من جملة تلاميذ شيخ الإسلام مين؟ ما شاء الله، ابن القيم وابن كثير وابن رجب، هؤلاء من جملة تلاميذ. أنت لو قرأت لابن رجب سبحان الله تجد أنه في هناك كده فتح ربان. أنا اعتقادي أن ابن القيم لم يتكلم كلمة خارج كلام ابن تيمية، لكن الذي ربما قد فتح له حقا بعد شيخ الإسلام ابن تيمية هو ابن رجب. أما شيخ الإسلام ابن القيم هو صدى لابن تيمية لم يخرج عنه ولا قيد أنملة. لا أقول ذلك تعصبا لابن تيمية، لأن بعض الناس يظنون أني متعصب ابن تيمية، أبدا. أنا أحب هذا الرجل وأسأل الله عز وجل أن أراه في الجنة، إن جعلني الله جل في أهل الجنة. لكن هذه حقيقة، فلا بد لطلبة العلم أن يتعلموا قبل العلم الأدب. ليه؟ لأن العلم يا أخوانا متعلق بماذا؟ الإخوة بتطلب العلم عشان دماغهم تكبر، بيحفظ ويفهم ويعرف، فيشعر أن دماغه بقت تقيلة قوي، دماغه بقت كبيرة وتقيلة، ويشعر أحيانا أنه أحسن من غيره. بقى يطلعوا للناس دي، فأنا فضل خلال 3-4 سنين شكلت نفسي علميا وأصبحت يعني ذات مكانة مرموقة في العلم. يطلعوا للناس دي، فالناس دول الآن في قمة عالية وهم دون ركبتي، مش كمان هم تحت مني، لا دون ركبتي، فيتطاوع على غيري. لكن اسمع إلى الإمام الشافعي عندما قاله رجل: أنت أعلم أهل الأرض. فعل الإمام الشافعي ده عندما تقرأ لابن الإمام الشافعي حاجة عجيبة جدا. الإمام الشافعي ماذا قال له؟ ده درس كبير جدا في الأدب. قال: يرحمك الله، رجل عمي بسيط جدا ربما مش عارف يصح الفتح، لما سمع الإمام الشافعي بقى ولغة الإمام الشافعي وعلم الإمام الشافعي قال: أنت أعلم في الأرض. إنما شكل ماذا قال له؟ قال: يرحمك الله، إنما نحن متفاوتون في الجهل. اسمع، يعني أنت جاهل وأنا جاهل، بس جاهلي أقل من جهلك شوية. ما رأيك في هذا الكلام؟ كان قمة في الأدب يا مشافي. ما زال السلف يعلمون تلاميذهم. لما تقرأ في تراجم العلماء الكبار تلاقي مثلا قاعد مع شيخ مثلا 23 سنة 18 سنة، الله إيه اللي حصل؟ شيخ بيمرضه، ما بيديلوش الحاجة إلا بعد المرض، ما بيديلوش المعلومة إلا بعد خلع الضرس، بيعلمه هنا وهنا ويحطه في اختبارات واحتكاكات والبتاعات لغاية لما يظبطه نسخة منه، لغاية لما يخليه ما شاء الله لقاته إلا باب، عند ذلك يعطيه، وكل ما شاف إقبال منه يديله، إقبال يديله. لو شاف إن بدأ إن تلميذه ده ينفر أو بدأ إن هو يعجب نفسه يبدأ يشد عليه، فيكون الأستاذ مربيا لتلميذه، مش مجرد معاه شوية مية وده عطشان يديهم له ويحطوهم في جوف منتهى القصة. فيا أخي الحبيب اجتهد في طلب العلم، فأنت لم تطلب العلم بعد. هذا الأخ الذي يقول طلبت العلم، كل ما أطلب العلم يقسو قلبه بتاع، أنت لم تطلب العلم بعد، فاجتهد في طلب العلم. والعلم هو ما أصلحك، العلم هو ما قربك، العلم ما أصلحك وقربك. أكتفي بهذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.